لا ما انا معروف انا اهلاوي. طب ايه رايك في فوز الاهلي النهارده؟ الف مبروك للاهلي وان شاء الله الزمالك السنه الجايه باذن الله. اقول مبروك للاهلي وان شاء الله منتخب مصر بقى مجموعته قويه شويه بس ان شاء الله مصر تكسب برده ويبقى على طول في انتصارات. يا رب طبعا الاهلي يبقى على راس كل الناس. اهلي اهلي. باجي مصر بيكون في ماتش الاهلي فكل ما باجي بيكسبوا. احب اقول للنادي الاهلي الف مبروك الفوز، برضو بنحيي نادي الزمالك ونقول له بالتوفيق يا رب. انا زملكاوي اصلي فمش حابب قوي بس لا 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 اقول لكل جمهور النادي الاهلي الف مبروك على الفوز. اهلي فوق الجميع، الف مبروك طبعا. اهلاوي قوي طبعا. بقول الف مبروك لكل الاهلاويين الجامدين قوي ومبروك علينا الدوري ومش جديد علينا ولا اعزاء الحاقدين. ده طبيعي بتاعنا يا جماعه، هو ده الاهلي يعني من يوم ما وعينا على الدنيا هو الاهلي بيكسب بس. فرحان جدا الاهلي كسب بصراحه وفرحان قوي في الزمالكاويه بصراحه كمان يعني الاثنين. مفيش روح رياضيه خالص. لا يعني بس احنا فرحانين عشان طلع بغل قوي البطوله دي.